مرحبا بكم طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثالث الثانوي الأدبي لمادة التاريخ. أعزائي الطلبة، لدينا اليوم بين أيدينا درس جديد سنتحدث ونبحث في المقاومة الوطنية التي قامت ضد الاستعمار الفرنسي. أعزائي الطلبة، تذكرون في الدرس السابق قد تكلمنا عن قيام الاحتلال الفرنسي بدخول سوريا، وذلك بعد انتهاء معركة ميسلون، تلك المعركة التي كانت غير متكافئة بين الجانبين السوري والفرنسي، ومن خلالها استطاع المستعمر الفرنسي دخول سوريا بعد تلك المعركة الشهيرة. اليوم سنتحدث عن المقاومة الوطنية. أول عمل قام به غورو بعد أن دخل إلى منطقة دمشق وحلب وبعد انتهاء من معركة ميسلون، أول عمل قام به أن توجه إلى ضريح صلاح الدين وقال جملته الشهيرة التي يذكرها التاريخ دائما: قم يا صلاح الدين نحن هنا. طبعا هذا العمل الذي قام به غورو لا يدل إلا على حقده الدفين من الأمور التي أحدثها صلاح الدين عندما كان قائدا في معركة شهيرة، معركة حطين. طبعا هنا يذكر القائد الأعلى للجيش الفرنسي الذي كان مرسلا إلى الشرق الأوسط وهو هوتزر أن الشعب في سوريا لا يستحق الاستعمار وعلينا أن نرحل من هذه البلاد. طبعا هو قال جملته الشهيرة بعد أن رأى المقاومة الوطنية التي عمت جميع مناطق سوريا. اليوم سنبحث في أهم الثورات التي قامت ضد المستعمر الفرنسي منذ أن جاء. طبعا لدينا الثورة الأولى وهي ثورة تلكلخ. طبعا قامت تلك الثورة بين عام 1919 إلى عام 1921. طبعا بدأت منذ أيام الأخيرة للعثمانيين واستمرت حتى قدوم الفرنسيين. طبعا تزعم تلك الثورة التي سميت بثورة تلكلخ، تزعمها آل الدندشي. طبعا هاجموا بها بعض الحاميات الفرنسية واستطاعوا إلحاق بعض الأضرار. طبعا تلك كانت أول ثورة، هي ثورة تلكلخ بقيادة آل دندشي، وهاجموا بعض الحاميات الفرنسية واستطاعوا إلحاق أضرار بالفرنسيين. الثورة الثانية لدينا ثورة الشوف. طبعا ثورة الشوف انطلقت من منطقة الشوف ووصلت إلى مناطق البقاع في لبنان، وأيضا تم مهاجمة بعض النقاط الفرنسية. وردا على تلك المقاومة الوطنية قامت فرنسا بإحراق تلك المنطقة التي شارك بها الثوار. إذا انطلقت من الشوف ووصلت إلى منطقة البقاع اللبنانية. طبعا حصلت بعض الانتصارات للثوار الوطنيين، لكن كما نعلم سياسة فرنسا سياسة استعمارية قامت بطرق انتقامية ومنها أحراق القرى التي شاركت في الثورة. الثورة الثالثة لدينا ثورة العرقوب والجولان والحولة. سنبدأ بالعرقوب، ثورة العرقوب طبعا تزعمها أحمد مريوت استطاع أن يلحق الفرنسيين أضرار كثيرة وخاصة بمعركة السقي. إذا لدينا معركة شهيرة وهي معركة السقي. بالنسبة لثورة الجولان قادها أيضا نفس الشخص وهو أحمد مريوت، واستطاع هذا الشخص أحمد مريوت أن ينصب كمينا للجنرال الفرنسي غورو أثناء زيارة أحد القرى السورية في الجولان، وهذا الكمين نجم عنه مقتل جميع مرافقي غورو إلا أن غورو نجا من تلك العملية. إذن أحمد مريوت استطاع نصب كمين للفرنسيين. طبعا الثورة الثالثة في تلك المنطقة وهي منطقة الحولة، طبعا الشخص الذي قام بها هو محمد الفاعور. عندما احتل الفرنسيين قرية هناك تدعى قرية الحماري استطاع أن يلحق بهم أضرار كبيرة بقيادة هذا الرجل محمد الفاعور. إذن إلى الآن يوجد لدينا العديد من الثورات من المقاومات الوطنية التي تنذر بأخطار شديدة للفرنسيين، ودليل على ذلك أن رفض الشعب العربي السوري سيكون رفض قوي للاحتلال الفرنسي. بدأت بالبداية ثورة تلكلخ، وبعدها جاءت ثورة الشوف، وأكدت ذلك ثورة العرقوب والجولان والحولة. طبعا الآن لدينا ثورة مهمة جدا وهي ثورة حوران. طبعا ثورة حوران بدأت في عام 1920. طبعا في عام 1920
وعندما حصل الانتداب الفرنسي على سوريا بعد معركة ميسلون، أرسل الفرنسيون محافظ دمشق ويدعى علاء الدين الدروبي مع الوزير عبد الرحمن يوسف. إلى أين أرسلوه؟ إلى منطقة حوران من أجل إقناع الأهالي بقبول الانتدابات وأيضاً بفرض الغرامة المتراكمة عليهم. لكن الأهالي هاجموهم في منطقة خربة غزالة. إذن تمكن الأهالي من مهاجمة الموكب الفرنسي في خربة غزالة. طبعاً في تلك المعركة قتل محافظ دمشق علاء الدين الدروبي باعتبار أرسلوه الفرنسيين، فاعتبروه الأهالي متعامل مع الفرنسيين، وأيضاً قتل الوزير بالإضافة إلى عدد من الجنود الفرنسيين. طبعاً عندما وصلت الأخبار إلى فرنسا أيضاً كعادتها قامت بأعمال انتقامية، فقامت بإعدام بعض الثوار الذين شاركوا في تلك الثورة وإلى تدمير بعض القرى. إذن الجانب الفرنسي أعمال انتقامية. لدينا الثورة الخامسة وهي ثورة الساحل. طبعاً ثورة الساحل حدثت في منطقة الساحل وكان يتزعمها القائد البطل إبراهيم هنانو. طبعاً إبراهيم هنانو كما تعلمون هو أحد أعضاء المؤتمر السوري العام. والجيد في هذه الثورة أنها قامت منذ أيام الأخيرة للعثمانيين واستمرت حتى قدوم الاحتلال الفرنسي. طبعاً أعطى ميزة مهمة جداً لتلك الثورة، ثورة الساحل، أنها قامت بالتنسيق مع الحكومة العربية في دمشق، وأيضاً نسقت مع ثورة الشمال، ثورة الزاوية بقيادة صالح العلي. تمام؟ هنا هذه الثورة أعطت دافع قوي من أجل إقامة بعض النقاط المهمة واستطاعوا وإلحاق خسائر قوية بالفرنسيين. طبعاً لكن تلك الثورة تم إخمادها من قبل الفرنسيين، وذلك بعد سقوط العاصمة السورية بيد دمشق، وتم أيضاً وقوع بعض الأسرى من الثوار بيد الفرنسيين وتم إعدامهم. الآن بعد أن رأينا ثورة أحوران سنتكلم عن الثورة الخامسة وهي ثورة الساحل. طبعاً هذه الثورة لها ميزة خاصة أنها بدأت منذ الأيام الأخيرة للاحتلال العثماني واستمرت حتى قدوم الفرنسيين. طبعاً بدأت في عام 1919 إلى عام 1921. إذن 1919 إلى 1921. طبعاً قائد هذه الثورة وهو الشيخ صالح العلي، وهو أحد أعضاء المؤتمر السوري العام. طبعاً يعتبر الشيخ صالح العلي قام بأعمال جيدة جداً، حيث استطاع هذا الرجل الاتصال مع قائد الحكومة العربية في دمشق من أجل تقديم له الدعم والتنسيق، بالإضافة إلى الاتصال مع إبراهيم هنانو وهو قائد ثورة الشمال في منطقة الزاوية. استطاعت تلك الثورة أن تحقق انتصارات مهمة جداً، إلا أن الفرنسيين أعدموا فيها بعض الثوار، وأيضاً مما جعل تلك الثورة توقف وهو سقوط العاصمة السورية دمشق بعد معركة ميسلون. إذن سقوط دمشق وأعدام الثوار كان السبب في انتهاء تلك الثورة التي استمرت عامين. لدينا الثورة السادسة وهي ثورة الشمال. طبعاً ثورة الشمال كان يقودها إبراهيم هنانو. إبراهيم هنانو اتخذت لها من جبل الزاوية مكان ومقر لها، واستطاعت تحقيق عدة انتصارات في إدلب وحارم وجسر الشاغور، وأيضاً كعادتها فرنسا استخدمت أساليب انتقامية من أجل التخلص من تلك الثورة. نلاحظ أن جميع تلك الثورات التي قامت بشكل عفوي وبدافع وطني، وكان هدفها الدفاع عن الأرض سوريا. الآن تلك الثورات التي حدثت على مدى عام وعامين كان لابد من انفجار ثورة كبرى سميت بالثورة السورية الكبرى. لدينا الثورة السورية الكبرى التي بدأت في عام 1925 واستمرت إلى عام 1927 ميلادي. طبعاً تلك الثورة السورية الكبرى لها أهمية كبيرة جداً. تأتي أهمية تلك الثورة أنها شملت معظم مناطق سوريا ولبنان. عندما انطلقت الثورة السورية الكبرى بالتحديد من منطقة السويداء، انتقلت إلى جميع مناطق السورية، حماة، حلب، حمص، دمشق، ومن بعده أيضاً انتقلت إلى لبنان. هاي الأهمية الأولى. الأهمية الثانية أنها حظت بتأييد الرأي العام العالمي والعربي، بدأت يفكر بها جميع الأوساط العالمية والعربية. الأهمية الثالثة أنها استطاعت إلحاق أضرار كبيرة بالفرنسيين. تلك كانت أهمية الثورة السورية الكبرى. الآن سنبحث ما هي الأسباب التي أدت إلى قيام الثورة السورية الكبرى.
الأسباب المباشرة. طبعا لدينا عدة أسباب. أول سبب، كان يوجد لدينا ضابط فرنسي يدعى كاريبيه، عين حاكما في جبل العرب، وكان هذا الضابط الفرنسي معروف عنه سوء المعاملة السيئة التي كان يعامل بها الناس الموجودين في جبل العرب. فنستطيع القول نظرا لسوء معاملة الضابط كاريبيه لسكان الجبل قامت تلك الثورة. إذن أول سبب، المعاملة السيئة من الضابط الفرنسي كاريبيه لجبل العرب. أيضا لدينا سوء معاملة المفوض السامي الفرنسي ساراي. يوجد لدينا مفوض فرنسي يدعى ساراي، سوء معاملته للسكان. سوء معاملة المفوض السامي الفرنسي ساراي. السبب الثالث الذي كان الشرارة من أجل انطلاق تلك الثورة، وهو اعتقال المناضل أدهم خنجر. أين تم اعتقاله؟ في بيت سلطان باشا الأطرش، وتم اعتقاله. إذن الشرارة التي انطلقت منها الثورة هو اعتقال المناضل أدهم خنجر. طبعا بعد أن تم اعتقاله تم إعدامه. طبعا انطلقت تلك الثورة بالنسبة لأحداث الثورة السورية الكبرى، كما ذكرنا انطلقت من مكان السويداء، واستطاعوا أيضا الانتقال بعدها، خاضوا عدة معارك منها معركة الكفر ومعركة المزرعة، واستطاعوا أيضا مهاجمة القصر الذي يسكن به المفوض السامي. طبعا عندما هاجم الثوار وبكثرة القصر، قام المفوض السامي الفرنسي بالهروب إلى بيروت، وأصبح يقصف من بيروت منطقة دمشق والسويداء. طبعا كانت نقطة قصف دمشق والسويداء هي النقطة الفاصلة في تلك الثورة، مما أحدث ضجة عالمية على المستوى العالمي، ومما أدى إلى ذلك إلى تغيير المفوض الفرنسي الجديد. لكن على الرغم من تغيير فرنسا للمفوض السامي، إلا أن ذلك لم يغير شيئا. كانت الثورة السورية الكبرى قد انتقلت إلى جميع مناطق سوريا، فوصلت إلى حماة على يد فوزي القاوقجي، ووصلت أيضا إلى حماة وإدلب وحمص ودمشق. طبعا كان شعار الثورة السورية الكبرى أن الاستقلال يؤخذ ولا يعطى، وأن ضرب القوات الفرنسية لم يكن ضربا من المحال. طبعا انتهت تلك الثورة. كان لدى الثورة السورية الكبرى عدة نتائج. أول نتيجة كانت مهمة، أن فرنسا وافقت أن تتفاوض مع الزعماء الوطنيين، وأيضا من أجل بحث مطالبهم واستقلالهم. طبعا أيضا إجراء انتخابات لتشكيل جمعية تأسيسية تضع دستور للبلاد. وأيضا النتيجة الثالثة، إصدار عفو عن جميع المبعدين عن البلاد. إذا نستطيع أن الثورة السورية الكبرى نجحت، ودليل على ذلك أن فرنسا وافقت على أن تعمل مفاوضات وتنجح في عقد مفاوضات مع الزعماء الوطنيين، التي ستكون الباب من أجل حصول سوريا على الاستقلال. الآن سنرى لدينا فقرة جديدة، وهي الأضراب الستيني. طبعا ما يعرف بالأضراب الستيني، بعد مرور 40 عاما على وفاة إبراهيم هنانو الذي كان قائد ثورة الشمال، وبعد إحياء ذكراه في منطقة حلب، لدينا عمت عدة مظاهرات بتلك المناسبة. طبعا سبب تلك المظاهرات لم تكن بسبب مرور 40 يوما على وفاة إبراهيم هنانو، لكن أن المجلس النيابي الذي تم انتخابه بعد الثورة السورية الكبرى كان قد تقدم للمفوض السامي الفرنسي بمشروع معاهدة من أجل تحقيق استقلال سوريا، لكن المفوض السامي رفضها، فقام بتعطيل المجلس النيابي. ولأن المجلس النيابي يمثل أغلبية السوريين، عمت المظاهرات في جميع مناطق سوريا بدءا من حلب ووصولا لجميع المناطق السورية. طبعا ذلك الإضراب استمر 60 يوما، استمر 60 يوما، لذلك سمي بالإضراب الستيني. بدأ في عام 1936 من مدينة حلب، واستمر 60 يوما. طبعا بعد أن رأت فرنسا تلك الاحتجاجات العارمة، استدعت هاشم الأتاسي من أجل عقد مفاوضات معاهدة جديدة. فبالفعل سافر هاشم الأتاسي والوفد السوري إلى باريس من أجل توقيع المعاهدة التي ستكون معاهدة عام 1936. طبعا بنود المعاهدة، أول بند كان هو استقلال سوريا استقلالا تاما.
وهذا ما كان يبحث عنه السوريين، استقلال سوريا استقلالا تاما. طبعا تتشاور الدولتان، أي سوريا وفرنسا تتشاور الدولتان في الشؤون الخارجية. يحق لفرنسا استخدام مواصلات سوريا أثناء الحرب. طبعا مدة المعاهدة كانت 25 عام. أيضا تم إضافة بندين إلى المعاهدة ملحقين، وهو أن تقدم سوريا قاعدتين جويتين هما الحلب والنيرب كقاعدتين لفرنسا، وأيضا ضم جبل العرب واللاذقية إلى سوريا بعد تلك المعاهدة. نلاحظ أن تلك المعاهدة قد حققت رغبات السوريين الذين كانوا يبحثون عن الحرية والاستقلال. عندما عاد الوفد الموجود في باريس برئاسة هاشم الأتاسي، قد عمت الأفراح والاحتفالات في جميع أرجاء سوريا، وتم تنصيب هاشم الأتاسي رئيسا للجمهورية. إذن أصبح هاشم الأتاسي وهو زعيم الوفد السوري رئيسا للجمهورية. إذن أصبح هاشم الأتاسي أول رئيس للجمهورية بعد توقيع تلك المعاهدة. الآن بعد أن تم توقيع تلك المعاهدة كان في عام 1936. طبعا بعد انتهاء تلك المعاهدة تم اعتراف فرنسا باستقلال سوريا، لكن سنرى في الدرس القادم هل ستوفي فرنسا بعهده وستلتزم بتلك المعاهدة؟ لا، للأسف راح تحدث تغييرات جديدة، وأيضا سترفض تلك المعاهدة مما يؤدي إلى تغييرات جديدة سنراها في الدرس القادم. شكرا لكم أعزائي الطلبة.